الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواني أخواتي متابعي قناة مينا سوفت للبرمجة. في هذا الفيديو سنرى خاصية ماستر ديتيلز. ماستر ديتيلز يعني في الكونسبت الخاص بقواعد البيانات. نجد هناك بعد إيجاد المخطط قواعد البيانات واستخراجه تخرج لنا بعض الجداول، مثل ما لدينا هنا في هذا المثال الذي سنأخذه الآن. لدينا موظف، لديه رقم الموظف واسم الموظف، ثم لدينا الدولة التي ينتمي إليها هذا الموظف أو التي ازداد فيها هذا الموظف يعني، ثم الدولة الولاية التي ازداد فيها هذا الموظف كذلك، والبلدية التي ازداد فيها هذا الموظف. إذن لدينا الدولة فيها عدد من الولايات، والولاية فيها عدد من البلديات، وعليه تكون قواعد التسيير تكون كالتالي: كل موظف مزداد في دولة ودولة واحدة، يعني لا يمكن الموظف أن يزداد في دولتين، أو ذلك نضع هنا الكارديناليتي 1. أما الدولة فعدد كبير من الموظفين يكون مزداد في دولة واحدة، يعني على الأقل موظف واحد يكون مزداد في تلك الدولة، أو عدد نون من الموظفين. الدولة لديها ولايات عديدة، يعني الدولة على الأقل تحتوي على ولاية واحدة وعدد كبير من الولايات، يعني نون. أما الولاية فتكون تنتمي إلى دولة ودولة واحدة. كذلك البلدية، البلدية الولاية فيها على الأقل بلدية واحدة وعدد من البلديات، والبلدية تكون يعني تكون أو الولاية تحتوي على أو البلدية عفوا تكون تنتمي إلى ولاية وولاية واحدة فقط. هذا عبارة عن MCD صغير لهذا المثال الذي سنأخذه. إذن نقوم بإنشاء الجداول وهي كالآتي: أولا عفوا نقوم بفتح الجدول الأول وهو جدول الدولة، معرف دولة، اسم الدولة يعني باللغة العربية وباللغة اللاتينية، ثم لدينا الولاية، الولاية اسم ID الولاية، اسم الولاية وكود الولاية، زيب الولاية يعني الرمز البريدي، ومفتاح IDP يعني ID الدولة يأتي إلى الولاية. ثم لدينا الكومين، كومين كذلك ID كومين، ID كومين، نو كومين، نو افر، زيب كومين، و ID الولاية. إذن لاحظوا هذه هي الجداول الثلاث، وطبعا وجدول الموظف الذي نقوم فقط بإجراء هذا المثال، وفي البرمجة سنرى ماذا سنفعل. إذن نعيد، إذن جدول الولاية، جدول الدولة فيه ID الدولة واسم الدولة واسم باللغة الفرنسية. نلاحظ هنا في الأكسس قاعدة بيانات المنشأة في الأكسس نوفل فالور نيميرو أوتو، ID P وضعناه أوتو إنكريمنت،
ووضعنا في الفورمة الخاصة به هذا هذه الفورمة. يعني حينما نقوم ب يعني بحجز المعلومات سيأخذ هذا العدد أو سيأخذ هذه الفورم ويضيف العدد 1 2 3 4 إلى آخره. في الولاية كذلك وفي البلدية كذلك. إذن الآن نأتي إلى ريلاسيون، نلاحظ ID في يأتي إلى هنا و ID ولاية يأتي إلى كمفتاح ثانوي في الكومين، و ID الدولة يأتي كمفتاح ثانوي في الولاية، كذلك IDP يأتي كمفتاح ثانوي في الموظف، ID ولاية مفتاح ثانوي في الموظف، و ID كومين مفتاح ثانوي في الموظف. يعني هذه عبارة عن ريلاسيون. إذن هذا عن كيفية إنشاء الجداول. إذن قمنا بإضافة بعض الدول: الجزائر، تونس، المغرب، ثم قمنا بإضافة بعض الولايات الخاصة بها وهي ولاية الجزائر العاصمة، غليزان، وهران، دار البيضاء، أكادير، الرباط، سوسة، القيروان مثلا هذه تابعة لتونس. ثم لدينا البلديات: الحرة، زيرالدا، قبة، يلا، المطمر، والجمعة، بيرجير، سينيا، سوسة، قفصة، دار البيضاء. إذا لاحظوا هنا ID الولاية 1 1 1 يتكرر، خاص بالجزائر العاصمة 2، غليزان 3، وهران 7، تونس، وهنا دار البيضاء. إذا نغلق. كذلك هنا الولايات، كذلك الدول: الدولة الأولى هي 1 جزائر 1 1، دار البيضاء، أكادير، الرباط، وسوسة، القيروان هي لتونس. إذن هذا عن أمثلة هذا المثال. الآن سنذهب إلى برمجتها بالدلفي. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. إذن بعدما نفتح الدلفي نأخذ مشروع جديد. هذا المشروع نضع فيه داتا موديل. داتا موديل نضع فيه ادو كونيكشن. ادو كونيكشن نربطه مع قاعدة البيانات. نعمل تيست دو كونيكسيون. اوكي. اذا ونضع 3 جداول. تيبل، تيبل 1 هو بي نضعه هنا، ثم تيبل 2 ولاية، و تيبل 3 كومي. هيا ونقوم بعملية صوفغارد. إذن طابل بي نربطها مع الأدو كونيكشن ونربطها مع البي عند جدول بي ونفعل. ثم نضع داتا سورس. في الداتا سورس نضع داتا سيت الخاصة به هي طابل بي. هنا سنعود إلى هذه، نقوم بنزع هذه. إذن نعود إلى الداتا سورس، سنعود إلى هذه لكي نشرحها كذلك. نعود إلى الداتا موديل. الداتا موديل قلنا الأول هو بي، إذن الداتا سورس هي طابل بي. ثم نعود إلى طابل ولاية. طابل ولاية نضيف جميع الحقول، كذلك تقريبا هنا نضيف جميع الحقول، هنا كذلك. إذن ونقوم بتفعيل اختيار الجدول، ثم اختيار الكونيكشن، ثم التفعيل. كذلك الثالثة نقوم باختيار الكونيكشن والجدول كومير، ثم نقوم بتفعيل. إذن وهنا داتا سيت هذه هي عبارة عن طابل كومين،
ولاية هي عبارة عن طابل ولاية، والدولة هي داتا سيت خاصة بالدولة، هي عبارة عن جدول الدولة. نقوم بعملية صفقارت، نعود إلى هنا. إذا نلاحظ بعد وضعنا لفورم، ثم هذه عبارة عن بانل، وهذا دي بي جريد الأول، ثم هذا دي بي جريد الثاني، وهذا دي بي جريد الثالث، عفوا هذا الأول، هذا الثاني، وهذا الثالث. الأول خاص بالبلدية، والثاني بالولاية، والثالث بالدولة. ولكن نحن نبدأ من الدولة، ثم الولاية، ثم البلدية. لاحظوا هنا، هو نحن نعلم أن في قاعدة البيانات دائما البوينتر يأتي عند السجل الأول اللي هو الجزائر. لاحظوا يأتي بولايات الجزائر، ثم البوينتر عند الجزائر يأتي ببلديات الجزائر العاصمة. لاحظوا هنا جيدا. إذا هنا في البرمجة، يعني في عندما نحتاج هذه يعني نحتاج هذه المعطيات، نضعها في مكون دي بي لوك اب كومبو بوكس. دي بي لوك اب كومبو بوكس نضع فيه هذه الخاصية. إذا نأتي إلى هنا ونقوم بالذهاب إلى ليست سورس. ليست سورس نعطيه الدولة، نعطيه اسم باللغة العربية، ونعطيه الاي دي. لاحظوا جيدا، نعطيه الاي دي. كذلك في الثاني، نأتي إلى الثاني، نعطيه دي ام سورس ولاية، نود ولاية، ونعطيه اي دي. يعني هنا حقل اسم الولاية باللغة العربية طبعا أو الفرنسية، ثم اي دي الولاية، ثم كذلك اسم البلدية كذلك نضعه هنا. يعني نضع لي السورس، نعطوه السورس داتا، نعطوه سورس يعني اللي هو داتا سورس، نعطوه له هنا اللي هي كومين، ونعطوه الحقل، ونعطوه الاي دي. اذا الان نقوم بالعمل او التجريب، نلاحظ. اذا فتحنا، لاحظ عندما نختار الجزائر، هنا نختار الجزائر، نأتي إلى اسم الولاية، نلاحظ الجزائر العاصمة غليزان وهران. نأتي إلى تونس، لاحظوا سوسة القيروان. نأتي إلى المغرب، لاحظوا دار بيضاء أكادير الرباط. نختار مثلا الجزائر، لاحظوا هنا تتغير كذلك. نختار الجزائر العاصمة، أو نختار مثلا غليزان، يعطينا بلديات ولاية غليزان التي هي يلل أو المطمر أو وادي الجمعة. مثلا نختار المطمر أو وادي الجمعة أو يلل. إذا هذه هي. نأتي إلى تونس، لاحظوا عندما نغير هنا، هنا يفرغ الديبيلو كومبو بوكس. نختار سوسة، وفي سوسة نختار مثلا سوسة أو قفصة أو ولاية التونسية. المغرب كذلك، لدينا المغرب أكادير دار بيضاء أو الرباط، وهنا لا يوجد في الرباط، لم نضع مثال، هنا دار بيضاء، دار بيضاء. إذا هذه هي خاصية الماستر ديتيلز، والتي نستطيع أن نستعملها في المشاريع الخاصة بنا بالنسبة لي. بالنسبة للمشاريع الخاصة بنا، بالنسبة لهذه الخاصية التي هي ماستر ديتيلز، احنا أخذنا مثال تاع هذا الخاص بالدولة والولاية والبلدية. أنتم تريدون أي شيء، اعملوا بهذه الطريقة. إذا ربما يأتي أحد ويقول لي كيف تتم عملية الربط، كيف تتم عملية الربط بين الجداول، وهذا شيء مهم جدا ولم أقم بشرحه.
هو ربط هذه ربط معرف الولاية هنا مع أو معرف الدولة هذا مع معرف الدولة هذا، ومعرف الولاية هذا أو رقم الولاية هذا مع معرف الولاية، يعني كيف فعلنا عملية الربط. إذا لاحظوا هنا في الدولة أو في الكومين، يعني في جدول الكومين، نفتح خصائص البروبريتيز الخاصة بجدول الكومين، ننزل إلى تحت، نلاحظ هنا الماستر سورس، لاحظوا هنا معي الماستر سورس، نأتي إلى الماستر سورس هنا، ماستر سورس، ما هي الماستر سورس الخاصة بنا؟ ما هي ماستر سورس الخاصة بنا؟ يعني ما هو الجدول المربوط بكومين؟ الجدول المربوط بكومين هو جدول الولاية، معناتها سورس ولاية، هذه داتا سورس ولاية، إذا نبحث عليها نجدها هنا. الآن الحقول، نطلع أن الحقول هنا ماستر فايلز، نصعد هنا قليلا نفتح، إذا نلاحظ أن الربط تم بين ID الولاية الموجود في الكومين واي دي الولايه الموجود في جدول الولايه، يعني موجود في جدول الكومين والموجود في جدول الولايه، لاحظوا اي دي ولايه اي دي ولايه، نضع اف سي نعيد، اذا اي دي الولايه هذا مع اي دي الولايه هذا، لاحظوا هذه اجوتي فوالا، نعم عفوا، اذا اي دي الولايه مع اي دي الولايه، نضغط على اوكي، اذا ونقوم بتفعيل الجدول، نعم تم. إذا الآن نأتي إلى الولاية، ولاية هي مربوطة مع الجدول الدولة يعني بي، إذا نأتي هنا إلى أسفل نعطيه السورس، ماستر سورس، ماستر سورس هي الدولة، مثل ما هنا بين الولاية يعني الأب هو الدولة، هنا نتخيلوا الأب هو الدولة، إذا الدولة نأتي إلى هنا نعطيه الماستر او عفوا في الولايه نعطيه الماستر سورس هو الدوله، ناتي الى ناتي الى الحقول، اذا لاحظوا ها هي نقوم بعمليه افاصي، لاحظوا اي دي بي مع اي دي بي ونعمل اجوتي، اذا يتم الربط بين الجدولين و تتم العملية بكل سهولة ويسر. إذا لاحظوا تعمل بشكل جيد، مثلا الجزائر وهنا وهران مثلا وهنا بإرجير سينيا، هذه هي خاصية الماستر ديتيلز الموجودة أو التي نعمل بها على الدلفي. تقبلوا تحيتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.